السلام الله عليكم وبركاته. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها معكم بالعناوين. نقاش في نواكشوط لخطة موريتانيا الخاصة بمكافحة التلوث البحري بمشاركة خبراء وفنيين في مجال الصيد. طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية يواصلون اعتصامهم بمباني المعهد احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم. تحسيس بنواكشوط تحذر من مخاطر الإصابة بداء السرطان وتحث على أهمية الكشف المبكر عن الداء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة حول مكافحة التلوث بالزيوت والمواد الكيماوية من خلال الخطة الوطنية الخاصة بذلك. وتأتي الخطة في إطار تنفيذ أولى محاور استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 بهدف حماية الثروة البحرية في البلاد. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تواجه موريتانيا تحديات غير مسبوقة على مستوى التلوث البيئي، ولأول مرة ستعاني الشواطئ الموريتانية من هقل التلوث نتيجة تضاعف الاستغلال الواسع للشواطئ من طرف شركات عالمية، فضلا عما كانت تتركه حركة الملاحة من أثار سلبية على البيئة خصوصا في جوانبها الشاطئية. الحكومة الموريتانية تدرس في ملتقى بنواكشوط آثار التلوث على البيئة وتنظم ورشة تدوم 3 أيام من طرف إدارة البحرية التجارية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري وبالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية والجمعية الدولية للصناعات النفطية وحماية البيئة وبدعم من شركة كوسموس موريتانيا. إن موريتانيا التي تتوفر على ثروة بحرية معتبرة أدركت مبكرا حجم المخاطر التي تتعرض لها بسبب كثافة حركة بواخر الصيد والبواخر التجارية وقرب ممرات عبور ناقلات النفط وكذا كثافة أنشطة التنقيب عن البترول واستغلاله. إن الوعي بضرورة المحافظة على الوسط البحري نشأ منذ التسعينات، وقد قامت الدولة في هذا الإطار بحملة واسعة النطاق من أجل الانخراط في الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والمحافظة على البيئة البحرية. اعتماد مدونة وطنية للبحرية التجارية سنة 1995 الملائمة المؤسسية لأنشطة وزارة الصيد والاقتصاد البحري المتمثلة في إدماج نشاط البحرية التجارية ضمن الأنشطة المقام بها في المجال الخاص بالبيئة البحرية ووضع خطة بولمار لسنة 2002 والمصادقة عليها. كما أن الموقع الجغرافي للبلاد والذي يتوفر على منطقة اقتصادية خالصة تمتد على طول 200 ميل بحري وساحل بحوالي 750 كيلومتر جعلها ممرا نشطا للملاحة البحرية الدولية، كما أن نشاطات الاستكشاف والاستخراج النفطي تمثل عاملا إضافيا للتسرب النفطي. ويتنزل تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ المحور الأول من محاور استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 الذي يهتم من بين أمور أخرى بحماية ثروتنا البحرية ومحيطها البيئي في سبيل ضمان استدامة تنوعها البيولوجي الفريد استجاما مع التوجهات العامة للدولة الذي تحل الحكام البيئية مكان الصدارة والسبق في رسم السياسات التنموية. وخلال اللقاء استعرض مدير البحرية التجارية والممثل المحلي للمبادرة العالمية لإفريقيا الغربية والوسطى والشرقية السيد فضيل والسداتي مراحل الخطة الوطنية للتدخل السريع التي تم وضعها سنة 2002 والقانون المتعلق بمدونة البحرية الذي تمت المصادقة عليه سنة 2013 الذي مثل تحيينا لهذه الخطة. وتهدف الورشة حسب المنظمين إلى الاستجابة المنسقة والفاعلة للتعامل مع حالات التسرب النفطي المحتملة والحد من تأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بخطة طوارئ لإصلاح أي نظام بيئي قد يتضرر بفعلها، فضلا عن تنسيق الجهود والتحكم بفاعلية في استخدام الوسائل البشرية والمادية بما في ذلك التدريب والصيانة. اتفق المشاركون في قمة مجموعة دول ساحل الخمسة العادية التي اختتمت بالعاصمة المالية باماكو، اتفقوا على إنشاء قوة مشتركة بمنطقة الساحل لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وحثت القمة التي حضرها الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي.
اختتام أعمال قمة مجموعة دول الساحل الخمس المنظمة في العاصمة المالية باماكو بانتقال رئاستها الدورية من رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إلى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتاه. وقد اتفق القادة المشاركون في القمة على إنشاء قوة مشتركة بمنطقة الساحل لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، داعين الأمم المتحدة إلى المساعدة في تحقيق ذلك. الرئيس السابق للمجموعة إدريس ديبي أكد أن قادة بلدان الساحل لا يدعون شركائهم الأوروبيين إلى بعث جنودهم ليموتوا، وأن جنود بلدان الساحل مستعدون للموت في سبيل الدفاع عن أوطانهم وبسط الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء المنطقة. وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتاه قد دعا إلى تضافر الجهود وتقاسم المسؤوليات في سبيل مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه بلدان المنطقة، ودعا كيتا إلى وضع وتحديد خطط واستراتيجيات قابلة للتجسيد على أرض الواقع تنطلق من تحليل موضوعي للوضع الأمني في المنطقة وتأثيره على باقي البلدان، مطالبا شركاء دول الساحل بتنفيذ التزاماتهم في هذا الصدد. الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز أعرب عن استعداد قادة مجموعة دول الساحل الخمس للعمل مع شركائهم الدوليين في سبيل مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة. وقال العبد العزيز خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بالعاصمة باماكو على هامش القمة العادية إن مجموعة دول الساحل تدرك حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها، وتأتي قمة باماكو العادية في سياق أوضاع أمنية مضطربة تشهدها معظم بلدان الساحل، حيث يتواصل تنفيذ العمليات الإرهابية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود. يواصل طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الاعتصام بمباني المعهد في نواكشوط للمطالبة بصرف المساعدات الاجتماعية وفتح الماستر أمامهم، إضافة إلى توفير النقل. وأكد الطلاب المعتصمون على مواصلة اعتصامهم إلى أن تحقق إدارة المعهد مطالبهم التي وصفوها بالمشروع. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية يواصلون اعتصامهم بمباني المعهد في نواكشوط اليوم السابع على توالي احتجاج على عدم تحقيق الإدارة لما وصفوها مطالبهم المشروعة، مطالب وحقوق يرى رئيس قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أنها تعتبر حقا للطلاب اكتسبوه بفضل ما سماها الجهود النضالية، ملوحا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى إن دعت الضرورة، ثم الإضراب إن شاء الله، ثم خطوات أخرى إن لجأت إليها الحاجة والضرورة. نحن كل احتمالات مفتوحة عندنا. وانتقد طلاب المعتصمون عدم تجاوب إدارة المعهد لمطالبهم، وفي مقدمتها فتح الماستر وإعادة طلاب الممنوعين من التسجيل وصرف المساعدة الاجتماعية المتأخرة والنقل. ماستر فتحت أول عام لأول هنا أتي في المعهد العالي بشكل طبيعي، ما راضين عن كمية اللي سجلت فيها من الطلاب، قفلت السنة بدون سبب وشن هو، ومدافعين مولي عن حقوق الطلاب الناجحين في المسابقة اللي السنة مانعهم المدير من تسجيل هنا تيهم ناجحين ومعدلات زينة ولا عندهم مشكلة، مانعهم المدير من التسجيل في سنة أولى بلا سبب، ومدافعين عن إعادة التسجيل في سنة أولى وسنة ثانية. ويؤكد طلاب المعتصمون استمرارهم في الاعتصام إلا أن تستجيب إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية لمطالبهم. خلدت جمعيات المجتمع المدني اليوم العالمي لمكافحة السرطان في ورشة بنواكشوط نظمتها جمعية التعايش الأفضل مع السرطان بمدرسة الصحة بهدف تحسيس طلاب مدرسة الصحة بهذا الداء العضال وسبل معالجته. باسم وزير الصحة أن أفتتح أشغال هذا اليوم التحسيسي الذي يدخل في إطار تخليد اليوم العالمي لمحاربة سرطان، والخاص بتحسيس تلاميذ المدرسة الوطنية للصحة حول أهمية التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم والثدي. لا شك أن هذا النشاط يدخل ضمن جهود قطاع الصحة في بلادنا وتنفيذ التوجيهات لرئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في هذا المجال.
فاز نادي افسين واديبو على نادي افسي تفرغ زينة للمرة الأولى منذ عامين. وكان افسين واديبو قد أجرى خلال العامين المنصرمين تغيير مدربه 4 مرات، كان آخرهم الجزائري مصطفى السبع المقال خلال الأيام القليلة الماضية. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. أخيرا فاز البرتغالي أفسن وليبو وتنفس الصعداء وخرج إلى النور من جديد. نعم، خرج إلى الواجهة التي غاب عنها ولمدة 2 سنين وفاز بهدفين دون رد وعلى الغريم التقليدي نادي تفرغ زينة. أفسن وذيبو في آخر أيامه لم تعد بطولة الدوري الموريتاني تعني له شيئاً بقدر ما همه الأول والأخير متى ينهي عصر النادي البلدي تفرغ زينة ويرد له الصاع صاعين، ومتى يوقف عداد انتصاراته التي شملت لقاءات الذهاب والإياب وما عادت لها حدود تحكمها. وعاثت كثيرا في البيت الداخلي للفريق حتى بات نادي المدينة الاقتصادية وذيبو أكثر الأندية الموريتانية إقالة للمدربين وتغييرا في التشكيلة وتخبطا أيضا في القرارات، منها الصالح أحيانا ومنها الطالح والسيء التوقيت. المهاجم السنغالي الجديد ضمن تشكيلة أفسن وذيبو مصطفى با لم يكن يدرك أنه سجل هدفين بمثابة كل شيء لأنصار النادي ومتابعيه، ولم يكن يدرك أيضا أنه حجز مكانته في الفريق وسيجلس على هرم مهاجم القلعة البرتغالية في قادم محطاتها بعد أن نجح في إعادة الغواصة إلى محيط الانتصارات، وهي التي أبحرت بعيدا عن كل شيء له علاقة بالفوز أو الألقاب أو حتى رد الاعتبار. قائد الفريق سابقا والمدرب المؤقت حاليا يعقوب فال أيضا وضع في سجله 3 نقاط مهمة أعادت الروح الغائبة للفريق وفتحت المجال للاعب مستقبلا كمشروع مدرب ناجح إذا وجد الأرضية الملائمة لذلك. وتركت النادي أيضا البلدي تفرغ زينة يعيد حساباته من جديد حين قالت إدارته ذات يوم لا يوجد في بطولة الدوري الموريتاني من يستطيع منافستنا. دائما نقول ونأكدوا بالنسبة لنا ما هو دوري ولا قلب اليوم وقلب الصبح عندنا مشروع رياضي. دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل فتح تحقيق رسمي في جرائم الاستيطان التي ترعاها وتنفذها السلطات الصهيونية بحق الفلسطينيين. وحث البيان على ملاحقة قادة سلطات الاحتلال الضالعين في جريمة الاستيطان وفضحهم أمام القضاء الدولي. متابع. دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية لتجاهل كل التهديدات التي ترمي إلى منع اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت ضرورة إحالة السلطة ملف الاستيطان إلى المحكمة للتسريع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان. وقالت المنظمة في بيان لها الثلاثاء إن قانون ما يسمى بتبييض المستوطنات في الأراضي المحتلة الذي أقره الكنيسة الاثنين يعد انتهاكا خطيرا وجسيما لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. وأضافت أن حكومة الاحتلال تستغل حالة الفوضى في المنطقة والدعم الواسع من الإدارة الأمريكية لبناء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة. وبينت المنظمة أنه على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي مؤخرا يدين الاستيطان ويدعو إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لوقف أنشطتها الاستيطانية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تتحدت القرار واستمرت في مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات. وأكدت المنظمة أن غياب الآليات لتنفيذ هذه القرارات وشلل إرادة صناع القرار في الأمم المتحدة أعطى إسرائيل ضوءا أخضر للاستمرار في أنشطتها الاستيطانية وتعزيزها بقوانين تسرع من رصد الموارد البشرية والمادية لبناء المستوطنات. ودعت المنظمات الحقوقية كافة إلى تكثيف الجهود من أجل فتح سياسة الاستيطان باعتبارها جريمة حرب، وملاحقة قادة الحكومة الإسرائيلية المتورطين في هذه الجريمة أمام قضاء الدول الذي يتبنى الولاية القضائية الشاملة وفق البيان. ويمنع قانون تسوية المحاكم الصهيونية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي
ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في 23 من كانون أول دجنبر الماضي قرارا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها نقاش في نواكشوط لخطة موريتانيا الخاصة بمكافحة التلوث البحري بمشاركة خبراء وفنيين في مجال الصيد البحري. طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية يواصلون اعتصامهم بمباني المعهد احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم. تحسيس بنواكشوط تحذر من مخاطر الإصابة بداء السرطان وتحث على أهمية الكشف المبكر عن الداء. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.